من وين ما عم بتتابعونا برحب فيكم بحلقة جديدة دائما على اس بي اي صوت بيروت انترناشونال ببرنامج مشوار على النار. مشوارنا اليوم رح يكون على الجديدة واكيد في عنا طبخة واكيد في عنا ضيوف بياخذوا العقل. شو هي طبختنا؟ هلا بتعرفوا وين؟ مزبوط بهابي. يلا مشاهدينا طبختنا لليوم هي داوود باشا. هلا ليس هو داوود باشا عن جد لهلا بعد ما بعرف شو هي المكونات. المكونات هن كفته، بصل، فليفله، بطاطا، رب البندوره، ملح وبهار اسود اكيد، ورح ينعمل حد رز مفلفل. مرحبا، كيفك؟ يعطيك العافيه. بدي عزبك، بدي كفته. بتحضر لي اللحمة؟ شو بدك غراد؟ بقدونس؟ بقدونس وبصل. ملح وبهار؟ عندك. يلا رجع لك. الغراض صاروا مع الستات وعم بيقسمون بين بعضهم. مشاهدينا وصلنا على الجديدة وضيوفنا لليوم سبق وتعرفت عليهم. كاتيا I love you. وأنا I love you. أمال I love you. أهلا وسهلا فيكم ستات المعنويات. كيف؟ توب 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 كتير منيح. بالطبخ كيفكم؟ يعني هلأ بتدوق وبتشوفوا. يعني بندوق وبتقرب بتحكم وبنحكم. انت بتقرب، انت بتقرب. اهلا وسهلا فيكم مره ثانيه. ميرسي. مشاهدينا طبختنا لليوم مثل ما سبق وعرفتوا اليوم رح نحضر داوود باشا. دخلك ليه سموها داوود باشا؟ هي مش داوود، هي يخنه البطاطا مع الكفته. بفتك داوود باشا بصل على الحل. بصل على الحل. هاي فيها هيدي نحن عاملين لها هيك. هاي فيها بطاطا. بطاطا لو داوود باشا بدون بطاطا. بلا بطاطا بس لشوانيح صوص ورز مفلفل مقلي. اوكي، ايه هلا بدنا بطاطا. هاي البطاطا للعيال يلي عندهم عيال كثير بحطوا بطاطا معها للدور للعائلة. وبتعرفي شغلة هلا على هالغلا؟ طب عم نجوع كثير. بس انتوا بتعرفوا شغلة، ليش ما بتشوفوا شيء الإجابة؟ عم نعمل جسم حلو. روح يا زلمة. وصحة وصحة أحلى جاية. صار معنا فقر دم. عفاك مثلك. أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. إذا مشاهدينا هيدي هيك نظبط المعلومات، هيدي يخنة بطاطا على داوود باشا. لا. على إذا بدكم طبخة اليوم اختراع الستات. هيدي شيء سبيشل. منه اختراع، هذا مزبوط. يخنة بيض. زايدين عليها فليف يوم فليف لقصص وقصص وأخبار. أول مرحلة شو رح نعمل؟ انا بفضل نعمل البولات قبل ونفرم بعدين البصل. نفرم البصل. اوكي يلا بنبلش ب البولات تبع البستيك. طيب هاي معلش حطها هي. لا لا قربي قربي جيبي حطي لحظه. يلا نحطه هون على جنب. ها بس بدنا نحط ال بنحطهم. شو بدك؟ شو لا 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 شو بدكم ساعدكم؟ انا جاهز. ما في انه هي قبلي وانا قبلها. ايه بلا لا شو عم نلعب هلا هلا الاكل اكتب. اوكي بس لا 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 بدي اشوف مين الاسرع عليك. لا ما قلتوا لي هيك انتم. انت منك هينه. ها ما انا اجت المعلومات كمان نفس الشيء مشان هيك. ما قال لي الاسرع، قال لي على الاقل. نحن دائما على طول بالمخيم بايمان ونور بنساعد بعضنا. خبروني شوي خبروني شوي عن ايمان ونور. راح اخبرك. نحن جماعة إيمان ونور بنعمل مخيمات ونهتم بالمجروحين بزكاهم وبنروح لقاءات، بنروح مخيمات، بنروح قداديس، بنفرح مع الفرحان وبنزعل مع الزعلان. يعني أهل بدك تقول. أنا عندي عائلين العائلة الثانية بس أنا بحسبهم العائلة الأولى. حلو. إيه لأني صراحة شو ما نحن متضايقين أو حزنانين بيكونوا معنا. حلو. أو فرحانين كمان بيكونوا معنا. حلو. يعني عن جد قد ايه حلو
دائما هيك العالم تضلها مجموعه، العالم تفرح مع بعضها وكمان تحزن مع بعضها. يعني حلو الانسان يكون واقف حتخيل الانسان، خاصه بالامور الصعبه يلي عن جد بتواجه او بتواجهنا كلنا بالحياه، خاصه بالنسبه للاهل اللي عندهم اولاد مجروحين. في ايمان ونور بينسوا هموم الدنيا، في شيء من يعني يسعفون ما بعرف بدي اقول لك. هلا المجروحين بزكاهم لهم اصدق رفقه، هاي ايمان ونور. انه قد ما خبرك عن ايمان ونور صدقني ما بقدر اعبرك قد ما بتكون من جوا عايش بسلام، بتعيش بصبر، بطولة البال، بتعيش التواضع. شو بدي خبرك يعني عن جد، قد ما احكي قد ما احكي ما بقدر اوصف. يعني انتو بتطبخوا لأربعين وخمسين وستين؟ لا نتعاون، مش انا وهي على طول. بس انه يعني انتو نعمل جروبات، جروبات كل جروب عنده واحد بده يطبخ، كل يوم دار حدا بالكام بالمخيم. بالمخيم هلا بنصب بأية الاشهر مثلا عندنا لقاءات اثنين، لقاء بالرعية قديش وغدا مع بعضنا وكل شيء، وكل 15 يوم ببيت عند حدا. هلا بالنص باول صيام بنعمل ويك اند، سبت احد ما بعرف كل محل وين بيحجزوا المنسقين. عندنا بإيمان ونور ما شرحت لك، في منسقين في اداريين بيرافقوا الولد المريض يعني. بدي اقول لكم عن جد يعطيكم الف عافيه، قد ايه حلوه هالرساله الانسانيه يلي عندكم اياها بزمن فينا نقول انه يمكن الانسانيه شوي كثير قلت، اذا يعني فينا نقول قلت الانسانيه. هلا احسن لنا سنتين ما عملنا مخيم من ورا كورونا، من ورا الكورونا يلعن ابوها. وضع الاقتصادي هلا نحن ان شاء الله بتخلص الكورونا، وضع الاقتصادي بيتحسن وبنرجع نعمل مخيم. خفتوا بكورونا؟ لا، ما خفت. ما خفتي؟ اذا رح نرجع لاجواء الطبخ. يعني ستات فينا نقول هلا عم بعدنا بمرحلة تحضير كريات الكفتة. نعم. هيدي هي. يعني ما بدها كثير تفزلو. والكفتة صرنا نعرف كيف بيعملوها، يلي هي بقدونس وبصل وبهارات. وبهارات واكيد ملح. يعني ستات حتى عن جد يعني انتم بعرف انكم اصحاب، بس مع ايمان ونور اثنيناتنا اكيد اكيد أصحاب. بس حتى الاصحاب بيختلفوا شوي بالطبخ، كل وحده بتعملها على طريقتها. اوكي كاتيا انت بتحطي مع توم؟ حلبيه الاصل لعندي. كاتيا انت حلبيه؟ الاصل بس هون الاصل. ايه الاصل. قد ايه طيب اكل الحلبه؟ يعني غير شكل غير شكل. يعني كان بتتذكري نحن وعم نحضر للحلقه قلت لك يا ريت فينا نعمل كفته بكرز. ايه ما في كرز بس هلا مش موسم. من وين بجيب كرز؟ كيف هاي كفته بكرز؟ انا مش سامعه. مش سامعه فيها. خبريها خبريها. ما راح اعلمها كاتيا. خبريها. عمال شو اكلي كفته بكرز؟ شو اكلي؟ والله كل شيء طيب. يلا اصلا مطبخ الحلبه معروف قد ايه عن جد طيب. محشي برغل بباذنجان. يا الله كمان؟ مع حر. ايه لك تقريبا الكفته صاروا خالصين، هلا صرنا بعمليه فرم البصل. بس كاتيا قد منا محتاله. ايه محضره حالها قبل بوقت. شو محضره حالك؟ فرمتهم بالبيت. اوكي. بس انا قلت لها بدك تفرمي على الكفته، شاطره بالفرم او يعني شو؟ مثل ما شايف. شو هذا التعتير؟ شو يا كاتيا؟ كاتيا رح تتشارك اليوم على نفس الخشبه. اوكي. انت ورفيقتك. كيف اثنيناتنا؟ ما بعرف. يلا 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 يلا. بدها بسيطة. هلا خلصنا على الخشبه. يلا حطي ال رح نضيف الزيت للبصله. الكفتة شو. قبل انت اوكي انت اعمليها الكفتة قبل. اعطيني هديك. لا 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 رعبتني. كل وحدة عندها نينتا. ها عيب. انا رح سقط لك الزيت. قليلة بس كاتيا قد ايه بدك زيت؟ ايه كمان شوي. خلص خلص. اوكي شو كنت عم بتقولي لها على البطاطا؟ عم بقول لك كلهم اربع رش عم انا بغسلهم قبل، هي بتغسلهم بعدين. فاذا الزيت على النار. أمال حطت البصلة قبل. كاتيا بدها تقلي الكفتة قبل. شفتوا كل ست بتعمل طبختها على طريقتها. أي أنا هيك شو بعمل كاتيا؟ نعم. أسوأ يوم بحياتك شو هو يا خيي؟ كل يوم في يعني كل يوم أسوأ يوم بحياتي، بس موتونا من الجوع. كيف يعني؟ بالقليلة هلا عم نشوف لحمة بالبيت. عم تشوفي لحمة؟ انت مش بإيمان ونور؟ هلا عم نشوف لحمه.
بالبيت ما عم نشوف لحمه منيح هلا يعني. ايه لا بنحكي الصراحه يلي عم تحكيه في وجهه نظر ويلي عم تحكيه كمان في عندها وجهه نظر. اليوم في كثير شباب عم بيهاجروا بيتركوا لبنان. إيه. انت مع او ضد؟ لا يعني ما بعرف اذا مع او ضد، بس انه الواحد هلا عم بفتشوا على مستقبلهم اكيد. أوكي. لان هلا ما في مستقبل بوقت الحالي الحاضر. هلا اخذتي الحمراء كلها، بس انا بفضل انه الواحد يضل ببلده، غير بلده ما في. إيه انا بفضل غربي. إيه. ابدا انا هيك بفضل ما بعرف. إيه. كاتيا. نعم. أسوأ شيء صار بحياتك، ابشع نهار شو كان؟ تتذكري شو هي الحادثه؟ من 3 سنين وقت توفى ابني بعيد عنا. الله يرحمه. جوزي قبله، بس جوزي كنا متحضرين، زلمه بغسل كلاوي مقطوشين بعيد عنك اجري، بس ابني قضينا معه كثير. الله يخليك بصحتك ويخلي لك كمان عائلتك. ميرسي. وبنرجع لاجواء الضحك. مين منقي لكم هالبطاطات؟ انا. يا شو؟ انا منقي البطاطات، كارثه؟ شو؟ يعني كارثه مش حار؟ لك ماشي. شو ليك عم تقول لي انه بطاطات قال مش منيح؟ هدول مش للقلي، للسلق. ايه سلق. ايه بس اوكي انا معك للسلق. كاتيا بنتك اليوم كمان، بنتك عم بتمر بظرف كمان بالمستشفى. ايه. كمان ظرف صحي. ايه. وصلتي لنهار طلعتي بالسما قلتي له يا ربنا ليه؟ قلتي له خلص؟ ايه لا انا ما بقول هيك، بقول لتكن مشيئتك. الله هيك بده، بس انه شوي يعني يطلع فينا، يعني يفكر فينا. نادرين لكذا ندر انه بلكي صار شيء 60 يوم فرد سحبه يعني، واليوم رجعوا كمان راسه. ما في توازن، عينها راحت يعني ما بقى تشوف، ايدها ما في حركه مثل شلل نصفي يعني. خلص ما تذكرني بالموضوع. طب اخر سؤال، شو هو السر يلي بعدك هالقد واقفه على اجريك والضحكه ما بتفارق وجهك، قريبه على القلب، مهضومه؟ ميرسي. وحلوه. اوه بسم الله. طلعت 3 مرات ملكه جمال بسوريا وبلبنان وبعين دارها. 3 مرات ملكه جمال؟ والله العظيم. ملكه جمال شو؟ بس مش هدول طوال. شو؟ بحلب ملكه جمال قطن. قطن؟ ايه كنت بيضه كثير. اوكي. ايه بلبنان باليونسكو ملكه جمال الاناقه. اوكي. بعين دارا كنت مجوزه جديد ملكه جمال السهره. 3 مرات. 3 مرات ملكه. نعم. جمال. نعم. انا بغني لها للصبي الملكي تاجو سولا جاك. هيك لحظه كاتي عملتي هيدي يعني هيك؟ لا ما كان في هيك. ما كان ولا يشوف الطول. لبست التاج؟ ايه في صور عندي والكاس كل شيء عندي. شو حلو؟ ايه والله ما عم بمزح. شو الاهم بما انك طالعه ملكه جمال على 3 مرات، شو الاهم، الجمال الداخلي او الجمال الخارجي؟ اكيد الداخلي. داخلي. وانا الداخلي كمان منيح، سالهم كلهم معي. طيب شو هو السر يلي عم بيضله بخليكي هيك واقفه على اجريك؟ الضحكه ما بتفارق وجهك. نعم. شو؟ مع كل الظروف السر يلي قطعتي فيها. ما عم بقول لك السر، عندي ايمان بالله وعندي جماعه ايمان ونور بضلوا بيواسوني، يعني بفش خلقي على التليفون هيك صار معي هيك صار معي. يمكن بقولوا علي انه عم بنق كثير، هونيك هيك قالت علي بتنق. اي بنق لاني مزبوط كل يوم عندي مشكله، بس مع ذلك مثل ما قلت مش انا بلا مخ، بس اكون وحدي بالاوضه بحس حالي انه خلص عم ما حدا بيعرف الانسان وقت يحط راسه على المخده شو الافكار يلي بتجي على بس المهم راسه. ضميري مرتاح بكل شيء. ضميرك مرتاح، هيدا اهم شيء. الله يخليك بصحتك. ميرسي. تسلم. وينك هلا؟ لحيتني. وين البطاطا؟ راحت شي لك. وين البطاطا يا عمال؟ ها هو وين رحت؟ شو هو عم بلهيني وانا لسه. اطباقنا صارت جاهزه، ومين اولكم رح يدوق؟ مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا، وصلنا للحظة الحسم مثل ما بيقولوا، الستات أطباقهم جاهزة، مين رح يدوق؟ أصحابهم. عوافي. عوافي. وينكم؟ هون. وينكم؟ هون. يا أهلا وسهلا. هون سقت الكمامة. أهلا وسهلا فيك. ميرسي وأهلا. شو رأيك كان بأجواء الطبخة اليوم؟ والله كثير منيحة. عزوقي؟ ايه اكيد عزوقي. انت مع مين اصحاب اكثر؟ انا صراحه انه اصحاب مع كاتيا اكثر من امال. ايه لانه كاتيا جارتي، انا بالرابع هي بالثالث.
اوكي بتقضوها مثلا هيك وقتها حدا منكم يعمل طبخه طيبه بتطلع مثلا صحن للجاره والجاره بتنزلها اكيد ومثل العاده الصحن وقتها بده يرجع لاصحابه ما بيرجع فاضي ممنوع يرجع فاضي ممنوع اكيد شو اطيب اكله بتعملها كاتيا شيش بارك بلبن كثير طيبه بتوصيها عليها ايه اكيد دائما لا مش دائما انت طبخك منيح انا ماما بتطبخ وانت انا باكل في اطيب من الاكل ولو لا اكيد كلها بنعيش مره اكيد طيب هلا الصحبه شيء والاكل شيء بدكم تنسوا صحبتكم ومحبتكم اكيد وبدكم تحكموا بضمير يلا مين بده يسكب كل واحد يسكب لحاله يلا اسكبوا لهم يلا هول الصحون اذا ستات بصحن كل ست منكم في من طبخات امال ومن طبخات كاتيا يلا ذوقوا لنشوف يلا هندوق لنشوف مين طبختها احسن هلا اثنيناتهم كثير طيبين، انتم مش قادرين تذوقوا بقى، ايه خلص. طبخات مين اطيب؟ طبخات مدام كاتيا يا سلام كاتيا، انت من جماعة كاتيا يا اختي من الاول. انت ما بتعرفي يلا فينا نحكي نحن؟ ما عندي جماعة ما عندك جماعة؟ أنا من جماعة يلا هلا بدي اقول لك شغلة قولي لي الطبختين طيبين، اثنيناتهم طيبين كثير منيح، بس بدي اعزلك الميكرو تفضل ستات يلا طبخة مين أطيب؟ اثنين والله اثنينهم مثل بعضهم نفس الطعمة ونفس النكهة مين هيك شوي أطيب؟ والله اثنينهم نفس النكهة نفس الشيء خلص هيدي هي يعني كلكم أجمعتوا إنه الطبختين طيبين حيادية سلم إيديهم طيب يعطيهم الله يعافيكم طيب بما إنه يعني اليوم الإجماع كان اليوم ومثل كل حلقات برنامج مشوار على النار ناس حبوا طبخة كاتيا أكثر، ناس حبوا طبخة أمال أكثر، بالنهاية هي هيدي لعبة والأكل ذوق، صح ستات؟ لا مظبوط 100% مظبوط بس اثنيناتهم طيبين اثنيناتهم طيبين صح؟ أنا دقت اثنين صحتين هيلدا صحتين وهنا صحتين أنا دقت اثنين وسلم ألف دقيقتهم طيب مرسي. بما إنه اثنيناتهم أكلهم طيب وهيدي بالنهاية كانت لعبة، بدي أقول لكم ألف مبروك ستات تفضلي اثنيناتكم بتربحوا معنا قسيمه شرائيه من عند هابي بقيمه 600,000 ليره ومبلغ نقدي مبلغ كاش تقدمه اس بي اي صوت بيروت انترناشونال راجع يتعمر راجع لبنان راجع من فضل الله قطر ما كان وراجع يتعمر